مرحبا بكم مع ترجمة إعلان مسلسل العروس الجزء الثاني، حلقة 37. في بداية الإعلان كان جميل يحاول ضربة وإخافة من خلف الباب، وقالت له داريا: عفارم عليك، لقد أخفت من حاول اقتحام الباب وهرب. المهم كانت تفتخر به، وقال هو: أختي هنجر، نامي الآن بسلام. وبعدما قام جيهان بخطف هنجر، كانت هنجر تقول له: لقد خطفتني حقا، أليس كذلك؟ ثم قال لها جيهان: هل ظننت أنني كنت أمزح كل هذا الوقت؟ وبعدها قالت له جيهان: ماذا سوف نفعل على هذا الجبل الآن؟ ثم قال لها جيهان: يمكنك مواصلة الحديث في الداخل، فلنذهب هيا. ودخلوا إلى داخل كوخ، وكانت هنجر تنظر إليه وتنظر إلى سترتها، وقال لها: لا تخلعي سترتك الآن. ثم بعد ذلك قالت له هنجر: لماذا أخلع ملابسي؟ وقال لها: لأن الجو بارد. ثم بعد ذلك كان جيهان يحاول إشعال النار، وكانت هنجر تقول له: هل سبق لك أن أشعلت الموقد في حياتك؟ وقال لها جيهان: لم أختطف فتاة في حياتي من قبل، ولكن عندما يريد الشخص ذلك يفعل كل شيء. المهم جيهان وهنجر سيقضيان الليلة مع بعضهما البعض في هذا المكان، وسوف نرى الرومانسية فيما بينهم. وكان هذا هو الإعلان، فضلا منكم لا تبخلوا علي بلايك ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء، وانتظروا ترجمة الحلقة إن شاء الله.